أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر، 27 من يناير، اليوم 13 بعد 100 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل رغم قرار محكمة العدل الدولية. سنستمر مع غزة ومع كل التطورات والدماء التي تسيل فيها. سنبدأ الليلة بحكم أو قرار محكمة العدل الدولية ضد المحتل الصهيوني، قرار وصف بالتاريخي، ولكن هذه مهمة، لأن القرار صدر دون أمر بوقف فوري للحرب. قرار وصف هذا يعني بعض يعني الأعمال التي يقوم بها المحتل الصهيوني بأنها ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكن العدوان والإبادة هذه الجماعية متواصلة. الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26,257 شهيداً وقرابة 65,000 جريح. الوزارة رصدت ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة خلال 24 ساعة الأخيرة فقط ضد العائلات في القطاع، وأكدت استشهاد 174 شخصا خلال يوم واحد. اجتماع طارئ لمجلس الأمن يفترض الأربعاء بطلب من الجزائر لبحث قرار العدل الدولية. إذن قرار محكمة العدل نريد رأي الجمهور فيه. ماذا تتوقعون من جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء؟ وماذا ترون في استمرار دوامة القتل رغم هذا القرار؟ هذا في ساعتنا الأولى. سنستمر في الساعة الثانية مع غزة ومع هذا العدوان الصهيوني الأمريكي، لكننا سنركز على الأونروا. المحتل الصهيوني فشلا ذريعا وعجز في الميدان أمام المقاومة رغم قلة حيلتها والحصار الذي تعانيه، وفضح في محكمة العدل الدولية كما ظهر للعالم. فالتفت هذا المحتل إلى وكالة غوث وتشغيل لاجئين لينتقم منها فيما يبدو، واتهم بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي. من يصدق هذه الأكذوبة؟ يقول البعض. المحتل قال إنه سيسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب. لماذا؟ لأنه عنده سادية، مسكون بالسادية والنازية. هذا المحتل يريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني بأي طريقة. هذه الوكالة التي تقدم العون منذ عام 50 من القرن الماضي لهذا الشعب الفلسطيني المضطهد، يريد هذا المحتل أن يقطع هذا الشريان، لأنه مسكون بالإجرام والنازية والفاشية وكل أشكال الإرهاب. من يصدق أكاذيب المحتل؟ يتساءل نشطاء كثر. قال لك الأونروا متورطة في هجوم 7 أكتوبر، يعني المقاومة لم تجد بمن تستعين إلا بموظفين في الأونروا، يعني شيء لا يدخل العقل. لكن المثير أن الوكالة، وهي وكالة دولية بالطبع، سارعت إلى التعامل بجدية مع هذا الاتهام التافه كما قال بعض النشطاء الصهيوني، وقامت بطرد بعض موظفيها وفتح تحقيق في الاتهامات الصهيونية طبعا، لأن المتهم هو المحتل الصهيوني، وبالتالي لابد من التعامل مع ذلك بجدية. لاحظ، الكل يتعامل مع المحتل وكأنه على رأس ريشة. وفيما بدا حملة منسقة كما وصفت بعد هذا الاتهام الصهيوني، ركزوا معي كم دولة: الولايات المتحدة وكندا أعلنتا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لأونروا. وهي ما تمشي، الأونروا لا تتحرك إلا بالتمويل. وزير الخارجية الإيطالي أيضا أنطوني تاياني قال أيضا إن بلاده قررت تعليق تمويل الأونروا التابعة للأمم المتحدة. قرار تعليق تمويل أونروا أيها السادة شمل أيضا بريطانيا وكندا وأستراليا.
ومن لا يتحرك مع المحتل الذي مرغ أنفه في غزة ومرغ أنفه في لاهاي أيضا. كيف صدقت كل هذه الدول الاتهامات الصهيونية ضد أونروا وبهذه السرعة الصاروخية؟ أمريكا تشترط إطلاق الرهائن، يعني صارت أمريكا تشرط بدل المحتل، يعني تقاتل معاه في الميدان وأيضا في أي صفقة قادمة. أمريكا تقود المعركة يا جماعة بشكل على عينك يا تاجر، هي اللي تشترط. شو علاقتك أنت؟ لا علاقتها، نعم قلت لك أنا صاحبت المعركة كلها وأنا صاحبت الولد. تشترط للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بإطلاق رهائن المحتل. طبعا ولا حديث على أسرى الفلسطينيين. بريطانيا بدورها تطرح مبادرة من 5 نقاط، ركزوا ماذا تشمل: وقف لإطلاق النار، بارك الله فيهم، تبادل الرهائن والأسرى، شكر الله سعيهم، وقبول حماس بعدم استهداف المحتل. طبعا حماس لم تقل غير ذلك إذا توقف العدوان من قبل الطرف الآخر. لكن انظر الشرط الأخير: مغادرة السنوار قطاع غزة إلى بلد آخر. ليه؟ ليش ما غادر نتنياهو لأنه محتل ومجرم؟ ليش ما غادر قادته العسكريين الإرهابيين الصهاينة؟ ابن البلد هو اللي غادر. لاحظ، لاحظ منطق الغاب في هذا العالم الديمقراطي جدا. سنعود لكل هذه النقاط في ساعتنا الثانية على كل حال، لكن دعونا نبدأ من الميدان كالعادة ومن هذا القرار الذي وصف بالتاريخي لمحكمة العدل الدولي. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني الأمريكي على القطاع إلى 26,257 شهيداً وقرابة 65,000 جريح. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة تيليجرام بحلول اليوم 113 لهذا العدوان والحرب المدمرة على القطاع. وقال البيان إن الوزارة رصدت ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. أكدت الوزارة استشهاد 174 شخصا خلال الساعات الأخيرة، ولا يزال الكثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم كما قالت الوزارة. يأتي هذا بعد يوم واحد من قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو قرار وصف بالتاريخي. كانت المحكمة أقرت تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها أمس للنطق بالحكم الأول في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب إفريقيا ضد المحتل الصهيوني بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة. صوت 15 قاضياً في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية. كذلك أيد 16 قاضياً مقابل قاض واحد إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضياً مقابل 2 إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية إن المحكمة ترى أن على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية لإغاثة الفلسطينيين ومنع التدمير في قطاع غزة، وستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وشددت على أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فضلا عن ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة بناء على طلب الجزائر. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها مساء أمس
أنها تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وأشارت الخارجية الجزائرية لأن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. غزة إذن سنتحدث طبعا عن رأي الجمهور في هذا القرار، قرار محكمة العدل الدولية ضد المحتل الصهيوني، وصفه كثيرون بالتاريخي، وقال آخرون بأنه عدم الإنصاص على وقف إطلاق النار ربما كان النقيصة الوحيدة في هذا القرار. المحتل الصهيوني الحقيقة واصل عدوانه، واليوم تبعتم طبعا في المقدمة ارتفعت حصيلة الشهداء، ولا ندري طبعا ماذا يمكن لمجلس الأمن الآن يوم الأربعاء أن يصنع بهذا القرار، قرار محكمة العدل الدولية. اجتماع طارئ إذن لمجلس الأمن يفترض الأربعاء لبحث قرار العدل الدولية. ما رأي الجمهور في هذا القرار وجهد دولة جنوب إفريقيا؟ ماذا بعد هذا القرار؟ وهل نتوقع خطوة تكمل هذا القرار من مجلس الأمن في الجلسة الطارئة التي طالبت بها الجزائر والمفترض أن تعقد بعد يوم الأربعاء المقبل؟ طيب، في انتظار ضيف حلقتنا نبدأ في استقبال مداخلاتكم. أحمد، مساء الخير. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يعني أكثر ما يثير الاستهجان والاستغراب ليس موقف الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، هذه معروفة دول استعمارية ودول متسلطة ومسيطرة، إنما ما يثير الاستهجان والاستغراب هو الذي نشاهده. قرأت خبر أو شاهدته منذ البارحة، أحد المواطنين بالأردن بيمكن أعتقد منطقة الكرك فاتح محله ومطلق على المحل اسم 7 أكتوبر، يعني على اسم تاريخ الثورة الغزاوية أو الفلسطينية بمعنى أشمل. فإسرائيل عم تعاتب الأردن كيف عم تسموا هيك، كيف بيكون رد الأردن؟ الأردن بيقول له أنه كمان أنتم عندكم متطرفين، فهذا تطرف. إذا أطلقنا تسمية على أحد المحلات هذا يعتبر تطرف، فإيش الشيء بدك ترجوه من هيك إنسان؟ يعني ما الذي ترجوه من هكذا حكومات وهكذا حكام وصلوا إلى هذا الدرك الأسفل من يعني من التنازلات ومن الهوان ومن الظلم ومن الضعف؟ طيب، هذا القرار برأيك أحمد، حتى نعود لموضوعنا، على ذكر هذا المحل، على فكرة السلطات الأردنية قامت بإغلاقه، والأردنيون طبعا كما وردني من بعض الزملاء طبعا من الأردن، الأردنيين معروفين بصلابتهم وقوة شكيمتهم، يبدو أن الكثير من الأردنيين أعادوا هذه التسمية في محلات ومقاهي ومطاعم، والإصرار على اسم 7 أكتوبر، ولا ندري إلى أين سينتهي هذا الأمر، ولكن دعنا من هذا الموضوع. على كل حال أحمد، فيما يتعلق بهذا القرار، قرار محكمة العدل الدولية، هل تراه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وماذا تتوقع من جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء؟ والله إذا كان موقف الدول العربية بهذا الشكل لا أتوقع شيء أبدا أبدا. نحن نعول على الشعوب العربية فقط، الشعوب العربية إذا أراد أن تحرك الشارع وتقلب الطاولة على رؤوس هؤلاء الحكام الخونة تستطيع أن تفعل كثير. وطبعا كل شيء له ثمن، يعني ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، يعني الآن الأوان نتحرك، يعني الناس تموت من البرد والقتل والجوع، يعني أقل شيء نقدم لهم الدواء والماء والغذاء، يعني أضعف من إيمان. لا من قلت تسحب السفراء، معاذ الله، هذا أمر عظيم. يعني شكرا لك، أشكرك أحمد بن سوريا، شكرا لك. عبد الله، مساء الخير وبركاته. يا هربي، قرار محكمة العدل الدولية عبد الله كيف تراه، وهل يمكن الاستفادة منها رغم أنه لم ينص على وقف إطلاق النار؟
هو قرار تاريخي من ناحية أنه يعني هو المسمار الأخير في عرش في عرش المنظومة الدولية برمتها مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان والديمقراطية وكل الخضر كل إبر التخدير التي تتلقاها أمتنا حتى تظل يعني حتى تظل خامدة ولا تثور على هذه الأنظمة الخاينة العميلة. يعني هذا ثبت بالدليل وبالحجة. يعني بلغة أخرى هو يعني كرت أصفر معناها أيها اللاعب واصل أنت حتى نهاية المباراة افعل ما تشاء ولكن هدي اللعب شوية. هو يعني ضو برتقالي يعني أنت وما تراه مناسب تستطيع يعني أن تمر بالسيارة وتستطيع أن لا تمر. يا رجل قرار لم يرقى حتى إلى يعني جرائم ضد الإنسانية مو جرائم إبادة. يعني لم هو قرار زئبقي رمادي معناها لك التأويل افعل فيه ما شئت. إلى متى سنظل هو نفس موقف الأنظمة العربية المتصهينة هو أعطاء الوقت لإسرائيل. طب لكن عبد الله بالفعل يعني القرار صدر البارحة، المحتل اليوم ارتكب 18 مجزرة وأزهق أرواح أكثر. يعني هو عامل حصة الآن المحتل منذ بداية هذا العدوان يوميا ما بين 100 إلى 200 شهيد يوميا. هذه النازية لم تقم بذلك، فكيف ليش؟ علينا التعامل مع هذا المحتل الصهيوني المجرم الذي لا يبدو أنه يلتفت إلى شيء؟ ليش لماذا هو واصل؟ يا أخي أنا لا أذكر أسميهم اللعينة على القناة الثانية عشر الإسرائيلية أحدهم يقول يفو سابغي للشمباني بالفرنسي، يعني يجب أن نشرب الشمباني على نخب هذا القرار. هو طوق نجاتي لإسرائيل إلى, 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 إلى هذه المنظومة الإرهابية العالمية. هو يأتي في نفس السياق محاصرة الأونروا صفقات الأسلحة السنوار. إيش دخلكم أنتم في السنوار يغادر أو لا يغادر؟ هم تعرف في الأخر حتى لا أستنزف الوقت وأترك الوقت للآخرين. هاو قذارة اللعبة، هاو أين تكمن؟ هم عسكريا يريدون تفتيت غزة تطويقها وكل ما يجري على الميدان، وسياسيا واجتماعيا ما الذي يريد بأن يعني عبد الله أنا أستوعب ما تقول، يعني وكأنهم يريدون تحويل هذا الفشل في الميدان وهذا افتضاح أمرهم أمام العدل الدولية، يريدون تحويله إلى انتصار بأي طريقة، أليس الأمر كذلك؟ بالضبط. مش العدل الدولية تلعب لعبة قذرة، وكل هذه المؤسسات التي تخدر أمتنا حتى لا تثور على الأنظمة هي جزء من المؤامرة في حد ذاتها. هم الذي يريد على ما يراهنون هم يراهنون على. شكرا لك عبد الله، أشكرك عبد الله. يعني للأمانة يعني ربما نختلف مع عبد الله في هذه الجزئية. محكمة العدل الدولية قضاة مستقلين وقرارهم تاريخي، نعم لم ينص القرار على وقف اطلاق النار، ولكن القضاة كانوا بالإجماع وأشادوا بما أشارت إليه دولة جنوب أفريقيا، والتجريم واضح للمحتل الصهيوني وما يرتكبه في غزة. على كل حال سنرى كل ذلك مع ضيفنا. نرحب الآن بالدكتور فرانسوا دوروش رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، ينضم إلينا من باريس. دكتور دوروش مساء الخير. نبدأ بهذا القرار، قرار العدل الدولية، في أي سياق يمكن وضعه في مسار هذه الصراعات في العالم في العقود الأخيرة، وهل تراه انتصار لهذا الشعب الفلسطيني المكلوم في غزة؟ السلام عليكم ولا مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. من بين 17 قاضيا الذين كانوا يعني أخذوا التدابير الاحتيازية كانت هناك 3 قضاة عرب، واحد من لبنان، واحد من المغرب، واحد من الصومال. ولعل يعني السؤال الأول الذي يعني شغل الجميع كان يتمحور حول الأسباب التي منعت محكمة العدل الدولية الآن يعني من إصدار قرار رهابي فظاعة يعني ما يتعرض له الفلسطينيون. كل 6 دقائق يموت إنسان فلسطيني، ولم تصدر أوامر بوقوف ثوري للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة. هذا الأمر طبعا غير مقبول إنسانيا، ولكن حقوقيا يعني علينا أن نقرأ
كامل القرار الذي أصدرته المحكمة، وحتى ولو وقف يعني ضد إسرائيل فيما نطق به مثلا كبار مسؤوليها السياسيون، ولكن يعني لأنها ارتكبت، إنها جوعت، إنها لم تعطي التطبيب والأمان والسلامة، واعتبرت كذلك أنها لأنها هذه المحكمة اعتبرت أن حماس هي التي تسببت بهذه الحرب من خلال هجومها في السابع من تشرين الأول يعني أكتوبر الماضي على غلاف غزة، وما حصل وما نتج من دمار وقتل ورعب وتعتبره تعتبر هذه المحكمة أن حماس هي المسؤولة. يجب أن لا ننسى هذا الشطر المهم جدا. وكان يعني محكمة العدل الدولية يعني تقاطعت مصر مع إسرائيل إلى حد ما، يعني على اعتبار أن الحرب على قطاع غزة كانت حرب دفاعية، ولا تملك المحكمة وفق منطوق القوانين الدولية أي حق في التصدي لإسرائيل، لأنها شنت حرب الضرورة بعد أن تعرضت للهجوم. وكذلك يعني لا نستطيع أن نقارن ما أخذته أوكرانيا بما تأخذه الآن فلسطين، لأن بشكل أوكرانيا لم يكن هناك أي مبرر يعطي روسيا يعني الغطاء القانوني لشن حرب ضد أوكرانيا. ويعني ولكن اسمح لي سيد دروش، لكن المحكمة كانت واضحة أيضا في اتهام المسؤولين الإسرائيليين بالتحريض، وتحدثت عن أن هذه الأعمال التي تجري في غزة هي ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، هناك قتل واسع جدا، هناك تدمير واسع جدا، هناك منع للغذاء والدواء والماء بشكل ممنهج، هناك قطع للكهرباء والاتصالات. أشارت المحكمة إلى كل هذا وأكثر، يعني لا نقول بأنها كانت 100% مع الضحية، ولكن أيضا إلى حد كبير أظهرت المشهد وما يجري في غزة بشكل كبير. طبعا، ولكن لم تتركني أنتهي من 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 نعم تفضل. أنا كنت أريد أن أبدأ بالشيء السلبي أولا، ولكن الآن بالنسبة إعلاميا طبعا هذا انتصار لجنوب أفريقيا. هذه طبعا قال يعني 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 اتخذت المحكمة تدبير احتيازي يعني يقضي بإلزام إسرائيل بأن توقف الحرب ضد حماس وضد الفلسطينيين، وكذلك اتهمتها بشكل 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 يعني يعني جدي أنها تقتل، أنها تدمر، أنها تحرم الناس من 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 الدواء، من 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 وتجوع الناس، أن تعطشهم، تحصرهم، وهناك تحريض. وكذلك يعني ولكن مع ذلك وكذلك مع ذلك يعني رفضت الحجج التي قدمها رفيق يعني فريق الدفاع الإسرائيلي. طبعا هذا انتصار لتبرير المواقف التحريضية التي قدمها رئيس الدولة الإسرائيلي أو بنيامين بن نتنياهو، وبالتجيش على حرب قطاع غزة وكل الأشياء التي استعملتها الحكومة الإسرائيلية. ولكن علينا أن نقول كيف يمكن للمحكمة التي أدانت يعني السلوك الحكومي الإسرائيلي أن كان هناك طلبت تنفيذ إجراءات احتيازية للحكومة نفسها، يعني تعتبرها حكومة أدانتها وتطلب منها بنفس الوقت تنفيذ إجراءات احترازية يعني على مدى شهر. يعني قل كما قلت لكم كل بعض دقائق يموت إنسان في غزة، هل يمكننا ننتظر شهرا كاملا حتى نرى يعني دمار آخر؟ يعني هذا التدبير على ما أظن غير منطقي، غير إنساني، غير أخلاقي. ولكن طيب الآن سيد دروش، هذا ما صدر على كل حال، ودولة جنوب أفريقيا الحقيقة قدمت جهد ربما تاريخي لم تقدم عليه دول عربية وإسلامية، والشعب الفلسطيني ودول عربية وإسلامية أشادت الحقيقة بهذا
بهذا القرار. الآن كيف يمكن الاستفادة منه على علاته إنجاز القول وعلى ضعفه؟ طبعا لم يرتقي إلى المستوى ربما المطلوب، ولكن فيه إيجابيات كما أشرت حضرتك كثيرة. ماذا بعده الآن؟ كيف الاستفادة منه؟ وكيف يمكن الضغط على هذا المحتل المجرم والحال أنه عاد اليوم ليرتكب نفس الإرهاب ونفس القتل، والحصيلة اليوم كبيرة للغاية؟ طبعا نستطيع أن نقول الآن أن الهاجس الإنساني الخاص بفلسطيني غزة هو الذي انتصر في هذه القضية على إسرائيل، وعلى ما أظن سيبقى سيف العدالة الدولية الآن مسلطا يعني على رأس إسرائيل. وهناك الرأي العام العالمي يعرف أن هناك متهم، هناك إنسان يعني يكترف جرائم هي إسرائيل. والآن علينا وعلى دولة أفريقيا، جنوب أفريقيا، وعلى الدول الأخرى أن تتقدم بتفاصيل بتقارير إلى المحكمة على الإجراءات التي يعني هذا نعتبره أنه قرار ابتدائي. وعلينا على جنوب أفريقيا أن تتقدم للمحكمة بدورها يعني تقرير يبين أن هذه الحكومة قد التزمت حقا بما يمكن يعني أن تورد في تقريرها. لأن الآن الذي طلبته المحكمة الدولية طلبت يعني إن لم تطلب إنهاء الحرب، ولكن طلبت منها أشياء لا تستطيع إسرائيل أن 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 تصنعها إن لم يكن هناك وقف لإطلاق لإطلاق النار. وعلى ما أظن يعني هناك علينا على دول أخرى أن تتقدم أمام هذه المحكمة، وحتى تطالب إسرائيل كذلك مثل ما طلبت دولة جنوب أفريقيا. وكذلك بالنسبة لحكومة لمحكمة الجنايات الدولية، تعرفون يعني هناك المدعي العام الآن لا يستطيع أن يهرب من الجواب الذي يجب أن يعطيه، يعني حتى لا تكون إسرائيل، لا تبقى إسرائيل بدون عقاب. وذلك يعني هناك حتى نعطي كل البراهين أن نية ارتكاب الإبادة الجماعية كانت هذه موجودة في الهجمة الإسرائيلية. وكذلك علينا أن يعني علينا على كل الحقوقيين العدالة الدولية موجودة، ولكن علينا أن نتقدم أمام هذه المحاكم حتى لا يصبح ما حصل بصبرة وشتيلة. لأن تصوروا أن صبرة وشتيلة مثلا قبل 40 سنة لم يكن أي تقدم إلى أي محكمة في العالم، ولكن نعرف أن عندما نتقدم إلى المحاكم بشكل منطقي بشكل عقلاني نستطيع أن نأخذ أجوبة، حتى ولو كانت يعني الأجوبة لا ترى يعني ليست من جانبنا ماء بالماء، ولكنها يعني بدأ للعدالة. وأنا أظن أنا متفائل جدا. جميل. لأنه هذا بداية الطريق لأخذ العدالة في المستقبل القريب. في 20 ثانية دكتور دوروش، في هذا السياق ونحن نتحدث على العدالة وحقوق الإنسان، هل ترى أن هذا المحتل الصهيوني بالفعل تعرى بإجرامه وأفعاله في غزة، تعرى أمام محكمة العدل الدولية رغم أن القرار لم يرتقي ربما إلى المستوى المطلوب؟ كيف يعني رغم الآن دول أوروبية تحاول طبعا أن تحول هذا الافتضاح لإسرائيل أن تحولها إلى مكاسب من خلال بعض المبادرات التي تبدو منحازة بشكل كبير، أكانت الذي تحدثت عنه فاينانشال تايمز فيما يتعلق ببريطانيا أو بعض الجهود الأمريكية، ولكن أشير إلى هذه الجزئية، هل ترى أن المحتل الصهيوني رغم كل هذا الترقيع أو محاولات الترقيع الغربية إلا أن ثوب المحتل الصهيوني بات يعني ثقوب عديدة وندوب عديدة، ولن يستطيع معالجة كل ما لحق به في المستقبل؟ طبعا المستعمر الإسرائيلي انفضح الآن،
كل العالم، العالم أجمع يعرف أنه مجرم، أنه 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 هذه الدولة التي كان يعتبرها العالم الغربي هي أكذوبة، أنها الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط أثبتت بيديها أنها هي أكبر دولة إجرامية في الشرق الأوسط. هذه يعني الأقنعة يعني وقعت الأقنعة، والآن نرى وجه إسرائيل الحقيقي، وجه الإجرام، وجه الإرهاب الدولي. وعلى إسرائيل الآن أن هي خسرت هذه الحرب، لا أعرف إذا خسرت يعني ولكن خسرت الإعلام. كل العالم أجمع الآن هو مع الشارع الفلسطيني، الشارع الغربي هو مع فلسطين، مع غزة، هو ضد إسرائيل. والآن هذه الأكذوبة التي كانوا يتحدثون عنها سقطت، وسقطت الأقنعة. الدكتور فرانسوا دروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر. أعود الجمهور، نأخذ رشيد من تونس. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام رشيد، ونحاول الاختصار، تفضل. أنا حبيت أن ملاحظات. أولا عندي رتور دوسون، تم رتور بتاع عندك بالنسبة لجنوب أفريقيا، أحسن ممثل أحسن قط. أولا آخر دولة مستعمرة كانت ضحية للأبرتايد، 30 سنة ولا 40 سنة كانت تحت الاحتلال. أخلاقيا واحد هي أحسن ممثل. ثانيا دولة عندها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال. ثالثا الموضوع الجرد والموضوع تحط معناها بصفة أكثر من رائعة. حتى دولة أخرى ما كنت نظن أنها تعمل يعني دولة جنوب أفريقيا قامت بالدور بشكل جيد تراها. هذا أنا نقول لك خيار إلهي. نعم. مش من هذا خيار معناها ما تمش دولة أخرى تنجم تكون في بلاصة جنوب أفريقيا. طيب إذا كان الأمر كذلك لكن القرار بهذه الصورة التي خرج بها، هل ترى كافي لتوريط المحتل وتجريمه في النهاية ولو بعد حين؟ القرار أولا بين دولة وبين منظمة، مش دولة ودولة. لو بالنسبة لروسيا وأوكرانيا وميانمار وش اسمها في افريقيا السنغال، هذيك بالنسبه لدوله مقابل دوله، احنا هنا دوله مقابل منظمه. حماس مش دوله، منظمه. فما ينجموش يعطوا قانون، ما ينجموش يعطوا معناها حتى الـ بالنسبه للقضاة. نجم نقول لك انا 100% بالنسبه للقانون نتاعهم، احترموا القانون بحذافيره. مع دال الأنغولية كما ما علينا شوها نحام الخريطة هي والممثل بتاع ملي صهيون. بالنسبة للحل تو نمشوا للحل. القرار هذا بتاع المحكمة أعطى حل للدول اللي تحب تدخل، ما خلى حتى زريعة أي دولة تو تحب تدخل باش تدخل. في 48 نذكرك في برلين وقت اللي الاتحاد السوفيتي عمل نفس الحصار على برلين الغربية، لا يدخل لها لا ماء لا دواء لا أكل. لا الغرب بصفة عامة وصلوا ستة لثمانية أطنان يوميا ينزلوا على برلين الغربية أكل. وقتها قال شو اسمه أيما برلينر، شو اسمه اللي مات اللي قتلوه كينيدي هذاك الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي ذكرهم بها، قال لهم أيما برلينر، معناها أنا كنت من كان هو مازال بادي في السياسة من 40، مازال ما بدأش، أما كان من الناس اللي نادوا بالفكرة هذيك. طيب الآن في غزة رشيد، الآن هل يمكن أمام هذا القرار، وأنت بالتأكيد اطلعت عليه كما اطلع عليه الكثيرون، هل ترى أنه الآن مثلا مصر لديها قرار دولي بيديها تستطيع أن تفتح المعبر دون أن تتعرض لضغوط لا أمريكية ولا صهيونية ولا أن يلزمها أحد بتفتيش الشاحنات؟
تفتح المعبر وتسمح للمساعدات بالدخول وفقا لهذا القرار الدولي. لا أظن ذلك، وأنا أرى الدول الغير عربية والاجتماع الأخير ما بين تركيا وإيران ما هوش غريب عن الموضوع. في ماليزيا ما نسمعش فيك أخي. لا أنا سامعك تفضل، لأنك أنت تستمع في التلفاز فيما يبدو. تفضل واصل وبسرعة لو سمحت. لا لا ما عندي حتى تلفزة تمشي، أنتم عندكم الصور والطور في ربما الصوت يتردد. إذا تفضل. الدول الطوق لا يرجع منهم خير، نقول لكم صراحة. مثال المطعم 6-7 أكتوبر سكروه، وبتاع افتح مع العلم تصحيح للمعلومة، افتحها ما بدون لفتة، خلاها لفتة سوداء، نحى 7 أكتوبر وخلاها مفتوحة. هذا آخر خبر جاني اليوم الصباح. شكرا لك رشيد من تونس، أشكرك. أحمد من إسبانيا. عليكم ورحمة الله. يا أهلا بك أخي صالح. ما هو الجديد في هذه المحكمة؟ هل المحكمة ردت الحقوق لأصحابها؟ هل المحكمة حكمت عاجلا بوقف الحرب؟ وكأن حينما طلبت من إسرائيل أن تعلق على القرار أعطتها مدة شهر، وكأنها زادتها شهر لتزداد فيه قتلا. ما هو الجديد سوى التوصيف؟ كل ما نطقت به القاضية وكأنها عادت الوقت لما يجري، وبدأت ب7 أكتوبر. ما هو الجديد؟ لا شيء جديد. وحتى وإن كان الحكم فرحنا به وقلنا أول مرة على الأقل إسرائيل أمام المساءلة الدولية، وإسرائيل تزرم وإسرائيل تلبس لباس الإبادة، حتى سيمر لمجلس أمن ويصعد فيه. ما دمنا نطارد الحلول في المحاكم الدولية وفي مجلس الأمن وعند هؤلاء المجرمين، فسيظل إخوتنا تحت التقتيل، وسنظل تحت الهوان إن لم تقم شعوبنا المريضة، شعوبنا التي أصبحت تعيش اللؤم والهوان، إن لم تقم شعوبنا تواجه الطغاة في معاقلهم وتحاصر السفارات والقنصليات وتقطع الطرقات وتشل الاقتصاد، تشل الموانئ، تشل المدارس، الجامعات. لا جديد سنرى، سيستمرون. ها هو السيسي الآن حتى هو شريك في هذه الجريمة. على القانونيين الحقوقيين المصريين أن يرفعوا به دعوات بالذات في المحاكم الدولية، ليلبس لباس الإبادة مع أخيه نتنياهو، أو ننتظر تشيلي مثلا أو الأرجنتين أو البرازيل لترفع دعوة كما رفعت في إفريقيا. ماذا نقدم نحن كشعوب عربية؟ لا أتكلم عن الحكام، هل نحن شعوب عربية؟ ها هم الإسرائيليين يقفوا يسدون الشوارع أو الطرقات. شكرا لك، أشكرك أحمد. معنا أيضا محمد من ليبيا. مساء الخير. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه خطوة تختضيف لهزيمة إسرائيل على الميدان. إن شاء الله ستنتصر حماس بالقانون، لكن للأسف الشديد يا سي صالح، ولا حكام العرب، هذه جنوب أفريقيا يد واحدة بتصفقش، وين 22 دولة عربية؟ وين من الضباط المنقلبين الذين يترأسوا في الدول العربية؟ وين هي سياستكم يا ضباط يا فاشلين يا خونة؟ لا تنفع الأنظمة العسكرية في الوطن العربي. وينكم انتوما؟ هذه جنوب أفريقيا جابت شيء وانتوما ما جبتوش شيء، قاعدين تتكركروا، قاعدين فهمتنا عاملين سياسة النعامة، تخبوا راسكم وقت الشد وبعد طلعها سي صالح، تو حاسبين رحم ولا جنوب افريقيا. لكن انظمتكم انتم فاشله، سياتيكم يوم يا حكام المنقلبين على الارض العربيه. شكرا لك. سياتيكم يوم سي صالح، بالله سامحني. تفضل بعزاز. السلوم درجاته قصيره، راهو السلوم درجاته وافيه. ونحب نقول لحركه حماس بالله دقيقه سي صالح، لاحظت فما مواطنين من حماس قاعدين ينظمروا احنا السلميين وتضربنا،
العدو لا يفرق بين السلمي ولا فدائي، يذهب الكل على بعضه. وبدأت مؤشرات أبو موسى تظهر في حماس سي صالح، فمواطنين بدأوا يزمروا من الحرب. والسلام عليكم. شكرا لك، هذا من عندك يا محمد، لا أدري من أين جئت بهذا الخبر. على كل حال أرجو أن البعض ما يأخذش بعض الأخبار المزيفة على صفحات التواصل في محاولة لإثارة الجبهة الداخلية، ويأخذها كأنها مصادر موثوقة. دعك من هذا الأخبار يا عزيزي، الشعب الفلسطيني رغم جراحاته ورغم معاناته صامد على أرضه ويساند مقاوميه يا عزيزي. أبو الوليد من الأردن، مساء الخير. مساء الخير، يا أهلا بك. يعني من كان يظن أن الخير سيأتي من محكمة العدل، ما تسمى بمحكمة العدل الدولية، فهو واهم، لأن أمريكا هي التي تسيطر على محكمة الأمن الدولية شئنا أم أبينا، ولذلك القرارات التي صدرت فيها يعني ترضي أمريكا بالدرجة الأولى ولا ترضي حق الفلسطينيين أو حتى غيرهم من الدول الأخرى أو الشعوب حتى الأخرى، لأن أمريكا هي التي تقرر في النهاية عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق المحكمة الدولية بملاعباتها ومخادعاتها، تخرج المحكمة بقرارات ترضي أمريكا وما تريده أمريكا. ولذلك اللجوء إليها هو خطأ، لأنه أمريكا هي التي أشعلت الحرب وهي التي تتحكم في الحرب كما تقول ويقول الناس العالمين بذلك. ولذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على غيرنا إن أردنا أن نكون ذو شأن بين الدول وفي العالم كله. وعلينا أن نحتكم بالنهاية إلى محكمة العدل الإلهية لا إلى محكمة العدل الدولية. شكرا لك، مهمتها الأساس. شكرا لك أبو الوليد، أشكرك. فارس من فلسطين، مساء الخير. يعني أبو الوليد، أنا لا أدري، مرات في ناس يجب علينا أن نعتمد على ذاتنا. يعني إحنا لو قادرين نعتمد على ذاتنا يا رجل، أولا لسنا جزيرة، نحن نعيش ضمن مجتمع دولي، ومحكمة العدل الدولية يا جماعة هي محكمة للعدل الدولية، ليست محكمة لأمريكا، وفيها قضاة مستقلين. قد يكون القرار لم يرتقي إلى مستوى رغبتنا جميعا، ولكن ليست محكمة أمريكية. يعني أنا لا أدري ليش كل شيء يحال لأمريكا البعض. على كل حال، فارس مرة أخرى، مساء الخير. مساء الخير يا أهلا أخي صالح. تفضل. من رأيي أن قرار محكمة العدل الدولية جاء قراراً مطاطي ورمادي، بل جاء بشكل من الأشكال منحاز لصالح الاحتلال وليس لصالح ضحايا أهل غزة. جاء لتعزيز الإبادة الجماعية في غزة، بدليل أولاً أنه لم يتم النطق بوقف إطلاق النار صراحةً، بل وتم إعطاء إسرائيل شهراً إضافياً للإمعان في قتل وإبادة أهل غزة. كان يفترض من هذه المحكمة أمام هذه الوحشية وبربرية الاحتلال في جرائمها اليومية أن تنص هذه المحكمة على وقف إطلاق النار فوراً وإدخال مساعدات ومساءلة مصر إذا كانت هي فعلاً هي التي تغلق معبر رفح. السؤال هنا أخي صالح، كيف تطلب من المجرم أن يعد تقرير بعد شهر من المجازر المستمرة اليومية ليذكر فيه ما تم إنجازه من إجراءات لمنع الإبادة؟ أي هبل هذا؟ أي استهتار بأرواح الناس؟ كان الرد قبل ساعة من نتنياهو، إذا كنتم تتابعون الأخبار فقد كان نتنياهو قبل ساعة بأن محكمة العدل الدولية لم تنص صراحة على وقف إطلاق النار، ولذلك فهو يعتبر ذلك نصرا له وسيستمر في الإبادة. طيب يا جماعة، أنتم يعني ما يقوله نتنياهو خلاص تسلموا به، هو يعتبر كل شيء نصر له، حتى حربه في غزة يعتبرها نصر، وأنف جنوده مرغة في غزة. يا جماعة الخير، خلوا عندكم ثقة وخلوا عندكم شخصية. القرار فيه جوانب إيجابية كثيرة، وهذه المظلومية والبكائيات تخلصوا منها شوية رجال. أنا لا أدري القرار صحيح. والله لا أدري صحيح. يعني خبراء في القانون وقالوا فيه إيجابيات كثيرة، نحن نفهم أكثر منهم. يعني لو سمحت أخي صالح، فضل. أخي صالح، السؤال صغير، سؤال فضل. لو سمحت هسا في دليل آخر على إنه المحكمة ما هيش مضبوطة وظالمة. كيف تحكم؟ كيف أشارت إلى أسرى 120 أسير إسرائيلي لدى حماس
في حين تجاهلت 10,000 أسير في سجون الاحتلال. طيب لأنك أنت تتحدث بمنطق سياسي وهذه المحكمة هي محكمة قانونية، يعني لا تتحدث بالمنطق اللي تتحدث به أنت. نعم لدينا أسرى بالآلاف لدى هذا المحتل المجرم، ولكن هي عندها قضية بين يديها لا تخرج عليها إنش واحد. يا جماعة افهموا القانون وبعدين خبروني. ولكنها أشارت إلى 120 أسير. أي طيب، لأن هؤلاء جزء من هذا، جزء من هذه الحرب، لأن هم حصل هذا الأمر. لماذا لم تشر إلى 10,000؟ أشارت إلى 20 يا فارس. يا فارس، أنتم بهذا المنطق تكادون أن تجرموا دولة جنوب أفريقيا التي جاءت لنجدتكم. أنتم فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ كل الاحترام لجنوب أفريقيا. أما لكن تحترمها وتخون في المحكمة. أنا لا أدري والله، أنت تناقض نفسك مع احترامي. يعني نحن رفعنا علم جنوب افريقيا في رام الله. طيب، يعني انت تشكر في 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 في, في جنوب افريقيا وتجرم في المحكمه وتجرم في في في, في, في وتقول القانون منحاز للمحتل، يعني وكانه جنوب افريقيا ضحكت علينا. اذا لا، جنوب افريقيا قامت ما عليها وتشكر جزيلا، الشعب الفلسطيني يكون بشكرها. شكرا لك فارس من فلسطين، اشكرك. على كل حال، ساريك الان وزير العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا. لا أظنه، يعني هو اللي هم اللي قدموا القضية ومش فاهمين القرار. يحتفل رقصا بالحكم. لاحظ، يعني أنت تفهم أكثر منه. يا جماعة الخير، على رسلكم، أنا أرى أنه بعض العرب للأمانة، يعني نحن هنا نعرف أن هذا المحتل مجرم وسفاح ونازي وفاشي، لكننا نستعيد من حقوقنا خطوة خطوة. يعني في ناس إما يذهب يمينا جدا أو يسارا جدا، إما يكون القرار 100% أو لا شيء، رماد. لا، ما هكذا تؤخذ الأمور. على رسلكم يا قوم، وزير العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا يحتفل رقصا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل فيما يتعلق بجرائمها في غزة. نتابع هذا المشهد. وتأكيداً أيضاً في هذا السياق، محامية أمريكية تحذر، تقول: توقفوا عن الاستهانة بقرار محكمة العدل الدولية، فهذا يخدم مصلحة إسرائيل. يعني الاستهانة يخدم مصلحة إسرائيل التي تصر الآن بأن القرار لا يعني شيء. جنوب أفريقيا انتصرت، انتزعت اعترافاً بأن هناك أساساً لاعتبار ما ترتكبه إسرائيل في غزة إبادة جماعية. نتابع. Please stop spreading this message. It's so dangerous. You are playing into Israel's hands by spreading a message that the ICJ ruling doesn't mean anything. It does. It's so important. The fact that the ICJ ruled any provisional measures means that they found that there is a plausible case of genocide against Israel. Israel's next move is going to be to say that this ruling doesn't matter and to ignore it. Instead of agreeing with them, we all need to be stressing that this is legally binding. That every country in the world has an obligation to stop Israel from continuing to commit this genocide that the ICJ found was plausible. South Africa won. The International Court of Justice just ordered Israel to stop committing acts of genocide. It's such a weird feeling because you don't want to be right about that, but at the same time, it is so powerful to actually have some recognition of what's happening and some legally binding orders to make them stop. I'll do a different video going through the detail of the order they made, but I just want. بعض المداخلات عن طريق الواتساب في نهاية هذه الساعة الأولى. غيث الهمالي يقول: انتصار فريق جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية هو انتصار لقضايا الأمة العربية والإسلامية، رغم عدم ارتباط جنوب أفريقيا ببنا سواء عقائديا أو قوميا. يعني هي مرتبطة بنا إنسانيا وجغرافيا أيضا، هي من قارتنا، القارة الإفريقية. على كل حال، أم هيثم: محكمة العدل الدولية لم تطالب المحتل بوقف الإبادة الجماعية، فهي أصدرت قراراتها وأيديها بالماء. لا أدري ماذا تقصد، شو علاقة أيديها بالماء بالقرار؟ في الوقت الذي يقبض أهل غزة بأيديهم على الجمر ويطحنون علف الحيوانات لعمل الخبز لأطفالهم، أما المطبعون الجبناء فيأكلون الأجبان الفاخرة وهم يتابعون أخبار فلسطين من غرف نومهم في قصورهم كما تقول. شيماء من ألمانيا تقول: يا فضيحة الفضائح، للأسف
صديق نتنياهو عندما كذب بايدن بخصوص حل الدولتين قال بأنه لا يوجد أي حاكم عربي فقد تكلم معه بهذا الموضوع لا من الحكام المطبعين ولا حتى من الذين يجلسون على أحر من الجمر في غرفة انتظار التطبيع ولعابهم يسيل هناك دون توقف. شيماء من ألمانيا، اليوم يا شيماء رسالتك لم أفهم منها كلمة، ما أدري السياق يبدو مش واضح. طبعا سعيد دائما بمداخلاتك. الحاج يوسف من المغرب يقول نحن الشعوب العربية لا ننسى أن جنوب أفريقيا التي لا تتحدث لغة أهل غزة ولا تدين بدينها وتقع على بعد آلاف الأميال منها وقفت وحدها تقاضي المحتل في المحكمة الدولية انتصارا لأطفال غزة ونسائها، بينما وقف العرب والمسلمون من حول غزة مكممي الأفواه وصامتين، يقول الحاج يوسف. طبعا أنا أقول أول دولة يجب أن تستفيد من هذا القرار هي مصر، يجب أن تسارع فورا لفتح المعبر على مصراعيه وتسمح للشاحنات بالدخول إلى غزة، ولا خلوها المحتل خليه يقصف الشاحنات، سترى محكمة العدل الدولية ذلك. يجب على مصر أن تكون قوية، مش تكون يعني الحقيقة يعني مصر ضعيفة جدا أمام هذه الضغوط الصهيونية والأمريكية، ويحمل لك الشاحنات الكرام أبو سالم حتى يفتشهم المحتل. أنت مع المحتل ولا مع أخوانك في غزة؟ الآن عندك قرار دولي يقول لك لابد من تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، بالتالي القرار الدولي في إيدك، افتح المعبر واترك الشاحنات تدخل، وسيبك من هذه الاشتراطات، طلب من الصليب الأحمر للمصري والصليب الأحمر لأدري ماذا ومش عارف مين. يعني هل بيروقراطية؟ الناس جوعة في غزة وانت عامل لي قرارات بيروقراطية، روح حصل الختم وروح حصل مش عارف ايه حتى تدخل شاحنة. عيب والله مصر عيب، عملتوا العار، احنا نقوله بالتونسي عملتوا العار. يعني انتم المفروض تدخلوا مع غزة وتصمدوا معها وتدافعوا عنها. طبعا هذا ليس لا يبدو انه من شيم هذا النظام. طيب اضعف الايمان انك الان عندك قرار دولي افتح المعبر، ليس اقل من ذلك. عبد العظيم من الاردن يقول قرار لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يهمني هذا القرار. ونتنياهو يقول تنفسنا السعداء. شوف الناس بعض العرب اذا نتنياهو قال كلمه خلاص يصدقوها. نتنياهو يتظاهر بذلك. يا بشر يا ناس يا فهمانين، نحن بهذه الطريقة بالفعل وكأننا نقول أنه جنوب أفريقيا خذلتنا وكل العرب يشكروها ورافعين علمها. يا جماعة القرار نعم ليس بمستوى 100% لصالحنا، ولكنه قرار مهم وضع هذا المحتل المجرم صار مثل الكلب المسعور الموضوع في الزاوية الآن ينتفض، ولهذا الدول الغربية الآن تركض لإنقاذه. أنتم مش فاهمين السياسة، مع كل الاحترام والتقدير لكم، هذه المبادرات البريطانية والأمريكية هي كلها محاولات لتحويل هذه الهزيمة القانونية والميدانية، يريدون تحويلها إلى انتصار. كيف بريطانيا تضع ضمن الخطة الخماسية التي تطرحها البند الأخير منها أن السنوار يغادر إلى دولة أخرى؟ يريدون أن يعطوا شيء مكسب لهذا المحتل لأنه مش قادر يحصله. لكن أنا أقول على غزة أن ترفض كل هذه الترهات، المحتل هو الذي يجب أن يغادر، نتنياهو ومجرميه من حوله، ولا يغادر طفل واحد من غزة، وإن غادر والله الشعب الفلسطيني سيتحول ضد المقاومة إن قبل بهذا الشرط. كيف أنا على أرضي وفي بيتي أغادر كرمال عيون هذا المجرم؟ على كل حال سنعود للمزيد من المشاركات عن طريق الواتساب واستقبال أيضا مداخلاتكم، لكن الآن أتوقف مع هذا الفاصل الإخباري. طيب غزة إذن في اليوم 13 بعد 100 للعدوان الصهيوني أمريكي، ارتفاع حصيلة الضحايا كما قلنا إلى 26,257 شهيد. نعم الحصيلة ثقيلة صحيح، ولكن فاتورة الصمود وعربون فلسطين والأقصى أكثر من ذلك بكثير، فإنهم يألمون كما تألمون. ما تقول لي نعم غزة دمرت، دمرت صحيح، ولكن الأمم يا جماعة يعني ألمانيا طحنت طحنا في الحرب العالمية، انظروا أين ألمانيا الآن، لا تنظروا فقط إلى تحدي أقدامكم إلى حجم الدمار.
الأمة موعودة وفلسطين كذلك بنصر قادم. لا يكون عندكم شك في نصر رب العالمين. إلى الضفة الآن، شهيد في جنين والسلطة تدعو الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالتراجع فورا عن قرارها. لا أدري الحقيقة أمريكا والدول التي معها هل ستتجاوب مع هذا الطلب من السلطة الفلسطينية. حركة حماس من جهتها في الخبر التالي تقول: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني والأونروا تعرضت للابتزاز مقابل الدعم المالي. هذا ما تقوله حركة حماس بعد يعني وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل لاجئين أونروا من قبل دول عديدة بينها الولايات المتحدة. إلى اليمن الآن، غارات جوية أمريكية وبريطانية جديدة استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة. إذن غارات جديدة على اليمن، وما زال البعض يتشدق يقول لك والله المساعي حتى لا تتمدد الحرب وتتسع. هاي متسعة، شو يعني هذا العدوان ماذا يسمى؟ إلى الجزائر الآن، خارجية الجزائرية تعرب عن قلقها وأسفها بعد قرار السلطات في مالي وقف العمل باتفاق المصالحة. أعربت الجزائر عن قلقها العميق وبالغ أسفها عن قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف العمل باتفاق المصالحة الوطنية الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصالية الشمالية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية نشرته وسائل الإعلام الحكومية. بعد الفاصل نستمر مع غزة ونسأل حملة يعني حول هذه الحملة المنسقة كما وصفت على أونروا من أمريكا وعدد من الدول الغربية ومعهم أيضا أستراليا. ما هو الهدف الحقيقة من هذا التضييق وقصقصة أجنحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين؟ المتضرر الأول بالتأكيد هو الشعب الفلسطيني. سنعود لهذا السؤال بعد الفاصل.